السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت بالنسبة للشباب بتوع تانية ثانوي على الدرس بتاع الاتموسفيريك بريشر، وشرحنا حتة كده من الباروميتر. هنكمل دلوقتي ان شاء الله بقية الدرس، هنتكلم عن المانوميتر وعن جزء صغير كده اللي هو بتاع الكابيلاري تيوب. نقول الفكرة بتاعت الكابيلاري تيوب وبعدين ناخد درس المانوميتر، ودرس بسيط مش هياخد شرح غير 10 دقايق ولا حاجة أو أقل كمان. وبعدين نحل بقى الحاجات زي ما الناس طلبت، يعني نحل التست يور سيلف اللي في الدرس نفسه، ولو بقى وقت إن شاء الله نحل شوية أسئلة من الإكسرسايز لحد ما ربنا يقدرنا يعني، ولو ما بقى لو بعد كده نبقى نكمل يعني إن شاء الله لو ما بقاش وقت. بعد ما اتكلمنا عن الاتموسفيريك بريشر وعن الباروميتر اللي هو الجهاز اللي بيقيس الاتموسفيريك بريشر، في فكره بس صغيره كده، حاجه اسمها الكابيلاري تيوب اللي هي الانبوبه الشعريه او الانبوبه اللي بيبقى الكروس سكشن اريا بتاعها صغير، يعني مساحه المقطع بتاعتها صغيره. والانبوبه دي ممكن يكون لها 3 بوزيشنز، تبقى عامله كده هذه سمول كروس سكشن اريا، عشان كده بنسميها كابيلاري تيوب الأنبوبة الشعرية. وبيبقى فيه هنا جاز، الجاز ده بتتقال ممكن يكون جاز ده هواء عادي اير، بس الاير ده بنحبسه ب ثريد اوف ميركري، خيط ميركري او نقطة ميركري كده تفضل متعلقة هنا، تتعلق هنا في الأنبوبة دي، تفضل تنزل تنزل تنزل، اول ما انت بتحطها من هنا كده تفضل تنزل تنزل تنزل، تستقر عند هايت معين، عند ارتفاع معين، وما بتنزلش اكتر من كده. ليه؟ عشان في هنا هواء محبوس، والهواء المحبوس ده بقى بنطلق عليه كلمه جاز، مش بنسميه مجرد اير بس كده، بنقول عليه جاز. فهي هتفضل تنزل 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 وتستقر عند ارتفاع معين، وليكن مثلا هنا. ليه استقرت بقى عند الارتفاع ده؟ بص يا سيدي، الجاز ده له بريشر، له ضغط وله فوليوم، زي ما انت عارف الجهاز ده يعتبر ماتر هاز ماس اند فوليوم، فما ينفعش نقطه الميركري تنزل واكنه لا وجود له. الكلام ده يحصل لو هي مثلا فيها حته مفتوحه فالهواء يتصرف وهي تنزل، انما نقطه الميركري ديت حابسه الهواء كله، مفيش حاجه هتتصرف منه، فهي تقدر تنزل تنزل، وكل ما تنزل عمال تضغط على الجاز، يبقى الجاز ده له بريشر بيضغط عليها لفوق، بنسميه البريشر بتاع الجاز. وهي ذات نفسها لها ويت، يعني لها بريشر لتحت، بنسميه البريشر بتاع الميركري. والاير كمان الاتموسفيريك اير له بريشر. فدلوقتي في تو بريشرز او في 3 بريشرز، اسف، البريشر بتاع الميركري والبريشر بتاع الاير، هما الاثنين بيأثروا لتحت، وفي بريشر بتاع الجاز المحبوس ده لفوق، لان الجاز ده له فوليوم زي ما قلنا بيسبب بريشر. البريشر بتاع الجاز بيكون في كل الاتجاهات يعني، لان انت عارف البريشر ده بيجي من ان الموليكولز بتاعت الجاز كولايد وذ وولز وذ كونتينر وذ ايتش اذر، وبتضغط كمان لايه؟ لفوق. لو كان الجاز ده ملوش بريشر وملوش فوليوم كان زمان نقطه ميركل ونزلت لتحته واكن الجاز ده وجود، بس الجاز ده وجود وله بريشر بيضغط لفوق، والميركل والاير هما الاثنين بيضغطوا لتحت. طب اشمعنى نقطه الميركل استقرت عند الارتفاع ده بقى؟ يبقى اكيد اللي بيضغطوا لتحت البريشر بتاعهم اللي هو الميركل والاير يعني بيساوي البريشر اللي بيضغط لفوق، اصل حصل اكليبريم. خلي بالك من كلمه اكليبريم دي، يعني حصل اتزان، نقطه الميركري فضلت تنزل تنزل لغايه ما استقرت هنا. اشمعنى هنا بالذات؟ ما دي النقطه اللي تساوى عندها البريشر بتاع الجاز لفوق مع البريشر بتاع المادتين اللي بيضغطوا لتحت اللي هو الميركري والاير. فطالما ان نقطه الميركري استقرت عند الارتفاع ده، يبقى خلاص البريشر بتاع الجاز فوق، الغاز المحبوس ده البريشر بتاعه فوق بيساوي البريشر بتاع الميركري ذات نفسها والاير اللي تحت. هو ده اللي احنا عملناه في الكويشن، البريشر بتاع الميركري ده بلس البريشر بتاع الاير. الميركري له ويت فبيأثر البريشر اللي تحت بيضغط على الجاز، والاير هو كمان اتموسفيريك اير برضه بيضغط هو كمان لتحت، فمجموع البريشر بتاعهم هما الاثنين بيساوي البريشر بتاع الجاز فوق. تمام كده؟ دي اول بوزيشن لها. طب افرض عملنا انفرتنج ذات اول بوزيشن، تاني بوزيشن بقى قلبنا بقى التيوب دي اب سايد داون بحيث ان الاوبن اند ده قلبتها وخليتها لتحت كده.
طيب الميركوري بقى هتتحرك من البوزيشن بتاعها ده بدل ما كانت واقفه هنا المقلب هتقوم جايه بقى تنزل لتحت شويه تفضل تنزل 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 لغايه ما تستقر عند مسافه معينه وتقف مش هتقع مش هتقع لتحت الا بقى لو كان البريشر بتاع الجهاز اكبر من البريشر بتاع الميركوري ساعتها هتقع انما هي هنا وقفت واستقرت وحصل اكوليبريم عند البوزيشن ده ليه بقى يا ترى؟ بص يا سيدي دلوقتي البريشر بتاع الجهاز ده او الجهاز بيضغط على الميركوري عايز يبعدها زي ما كان بيعمل هنا كده بيضغط عليها فوق كده دلوقتي بقى البريشر بتاع الجهاز اللي هو بيضغط على الميركوري هو ونقطه الميركوري دي ذات نفسها بتضغط لتحت هي كمان لان حضرتك لما قلبت الانبوبه كده بقى الويت بتاع الميركوري بيأثر داونورد من ناحيه الارض زي ما كان هنا كده بيأثر تحت من ناحيه الجاذبيه بتاعت الارض طب هنا بقى لما قلبت الانبوبه ابسايد داون فبقى الميركوري دايما بيأثر لتحت اهو لتحت اهو البريشر بتاع الميركوري والغاز هو كمان بيضغط عليه طب والاير بيضغط لفوق الاير الاتموسفيريك بيضغط لفوق او اضعف اصل في ناس مفكره ان الاتموسفيريك اير بيضغط لتحت بس لا لا الاير بيضغط ان اول دايركشنز عشان كده وانت واقف عادي كده مش بتحس بالبريشر بتاع الاير ليه؟ اصل الاير بيضغط عليك من كل الاتجاهات في بريشر بيضغط عليك من الجنب الهواء بيضغط عليك من الجنب في كل الاتجاهات زي ما كنا قلنا في الووتر مش احنا كنا قلنا في الووتر ان الميه لما بتسبب بريشر بتسبب بريشر على البوتوم بتاع الكونتينر وعلى الوولز مش شرط بس البريشر بيبقى لتحت يعني لو حطيت هنا نقطه كده او سلندر كده او سي دي البريشر بيأثر عليها من يمين ومن شمال ومن فوق ومن تحت فاي فلويد او اي ووتر او اير البريشر بتاعهم بيقول بيكون من جميع الاتجاهات حضرتك وانت واقف كده في بريشر بيضغط عليك من هنا وفي بريشر من ورا وفي بريشر من الجنب ده وفي بريشر من الجنب ده وفي بريشر من فوق وفي بريشر من تحت علشان كده بيلغوا بعض اللي من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال بيلغوا بعض واللي من قدام واللي من ورا ده بيلغوا بعض واللي من فوق واللي من تحت بيلغوا بعض وعايز تصدقني ان الاير له بريشر من فوق هقول لك الطياره مثلا هم مصممين الجناحات بتاعتها بحيث ان الاير لما يجي البارامتر كده الاير هيبقى ينزل لتحت ويضغط على الطياره اللي فوق يسبب بريشر لفوق يبقى في بريشر عليها من الهواء بريشر لفوق وبرده الاير بيضغط كمان لايه؟ لتحت فما تستغربش ان انا اقول لك ان الاير بيضغط كده هتقول يا مستر ده الاير فوق بيسبب بريشر لتحت كده وده برده طالما ان اي حته اوبن هنا كده فالاير برده بيضغط عليها لفوق يبقى دلوقتي في حاجتين بيضغطوا لتحت الجاز لان انا قلبت الانبوبه بقى الجاز كده عايز يزق حته الميركوري دي يبعدها والميركوري ذات نفسها بتضغط لتحت انما دلوقتي الاير بيضغط لفوق فحته الميركوري بدل ما كانت في نص الانبوبه هنا لما قلبت بقى الانبوبه عملتها انفرتد ابسايد داون فضلت نقطه الميركوري بدل ما كان هنا فضلت تنزل لتحت تنزل 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 واستقرت هنا حصل اكوليبريم من نقطه الميركوري هنا ما اتحركتش ولا سنتي لفوق ولا سنتي لتحت ليه؟ اصل حصل ايكواليتي في البريشر البريشر لتحت بيساوي البريشر لفوق بس ايه اللي بيضغط لتحت بقى المره دي؟ اهو اللي بيضغط لتحت الجهاز المحبوس ده زائد الميركوري نقطه الميركوري ده برضه بتسبب بريشر لتحت الويت بتاعها بيسبب بريشر بتاعها لتحت واللي بيضغط لفوق قلنا بقى الهواء الهواء بيلف كده وبيضغط لفوق على الميركوري بدليل ان نقطه الميركوري ما نزلتش عارفين لو ما كانش فيه بريشر من الاير كان زمان نقطه الميركوري نزلت وطلعت وقعت من الانبوبه خالص انما بقى دلوقتي الجاز بيأثر عليها من فوق الجاز المحبوس ده وهي بتأثر بالبريشر من فوق اللي اسف لتحت هي والجاز والاير بيضغط عليهم لفوق عايز يحبسها يقول لها خليك مكانك فلما تساوى البريشر بتاع الجاز اللي هو اللي تحت والبريشر بتاع الميركوري مع البريشر بتاع الاير فوقفت في مكانها فلما نيجي نحسب البريشر بتاع الجاز في الحاله دي هقول بقى بيساوي البريشر بتاع الاير ماينس البريشر بتاع الميركوري يبقى ركز بقى هنا لما كانت الانبوبه ديت عادي عاديه والاوبن سايد ابورد فكان البريشر بتاع الجاز المحبوس ده بيساوي البريشر بتاع الميركوري زائد الاير انما لما قلبتها بقى وخليتها انفرتد اب سايد داون بقى اللي بيضغط لتحت الجاز والميركوري واللي بيضغط لفوق الاير فلما احب اجيب البريشر بتاع الجاز لوحده هيساوي بي اير ماينس بي ميركوري فلما كان بيساوي بي اير بلس بي ميركوري بقى بي اير ماينس بي ميركوري طب لو خليت الانبوبه بقى انفرتد كده خليتها هورايزنتال كده ادي نقطة الميركوري هنا برضه هتفضل تتحرك 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 لغاية ما تستقر عند مسافة معينة. وقفت هنا كده ولا هتروح يمين ولا هتروح شمال. طب ايه اللي بيضغط عليها من ناحية الشمال؟ اللي بيضغط عليها كده الجهاز المحبوس ده. وايه اللي بيضغط عليها من هنا؟ الاير.
فهي تفضل تتحرك لما يتساوى البريشر بتاع الجاز مع البريشر بتاع الاير، يعني اللي بيزقها من ناحيه الشمال بيساوي اللي بيزقها من ناحيه اليمين، فتفضل زي ما هي، تفضل واقفه في مكانها. يبقى طالما ان هي استقرت وقفت هنا كده، يبقى البريشر بتاع الجاز بيساوي البريشر بتاع الاير. طب وهي ذات نفسها ما لهاش بريشر؟ لها، بس البريشر بتاعها لتحت على مدار الانبوبه، مش هيأثر ولا يمين ولا شمال. يبقى دلوقتي في غاز بيضغط عليها بيزقها كده، والاير ولو تراك الاير بيأثر في كل الاتجاهات، الاير بيأثر من تحت ومن فوق ومن اليمين ومن الشمال في كل الاتجاهات، والاير برضه بيضغط عليها كده. هي بتفضل بقى تتحرك تتحرك تتحرك، ولما تقف كن متأكد طالما ان هي استقرت عند المكان ده، يبقى البريشر بتاع الاير بيساوي البريشر بتاع الجاز. تمام كده؟ طب انا عايزك تاخد بالك بقى من الثلاث اشكال اللي متأكدين عن بعض دول. لما كانت انفرتد والاوبن اند كان ابورد، البريشر بتاع الجاز بيساوي البريشر بتاع الميركري والاير. طب لما كانت انفرتد ابسايد داون والاوبن اند كان داونورد، يبقى اللي بيضغط لتحت الجاز والميركري بيساوي اللي بيضغط لفوق اللي هو الاير. الاير بيخش كده من انبوبه ويضغط لفوق عليها كده، فطلعنا البريشر بتاع الجاز بيساوي بي اير ماينس بي ميركري. انما بقى لما كانت هورايزنتالي، سواء الاوبن اند هنا سواء الاوبن اند هنا، مش فارقه. ها ادي نقطه الميركري اهي، واللي بيضغط من الناحيه ديت هو الجاز المحبوس، واللي بيضغط من ناحيه اليمين ده هو الاير. وطالما ان نقطه الميركري استقرت عند الارتفاع ده، يبقى بي جاز بيساوي بي اير. فرق بقى ما بين حاجه بقى اللي هي بتبقى موضع الاسئله بقى. هنا الفوليوم بتاع الجاز هتلاقيه قليل لان البريشر عليه كبير، زي ما ناخد في قوانين بويل ان شاء الله لو ربنا يعني ايه عدانا من الكورونا دي وربنا يستر. اهو الجوانت اهو كورونا، وفين بتاع الكحول بره هو والله، اذا ازايز كحول بقى ومطهرات ودايجين ميه بكلور ومش عارف المطهرات بتاعه الطب البيطري وماشيين هنعمل ايه؟ كورونا ربنا يعدينا منها على خير. المهم هتلاقي حجم الغاز هنا ايه؟ قليل عشان الضغط عليه كبير، زي ما هناخد في قانون بويل في قوانين الغازات. انما بقى لما الضغط على الغاز قل فالفوليوم بتاع الجاز زاد، فهتلاقي هنا حجم الغاز يقول لك مش عارف مثلا بيساوي 5 كيلو سنتيمتر، انما هنا هتلاقيه بيساوي 10 كيلو سنتيمتر. لا لا لا، زاد ليه الفوليوم بتاع الغاز؟ اصل البريشر اللي عليه قل، الضغط اللي عليه قل، عامل زي ما انت تجيب مثلا ايه؟ بالونه كده وتضغط عليها فالفوليوم بتاعها هيقل. انما بقى لما توسع لها كده وتفتح هتلاقي الفوليوم بتاع الغاز يزيد لان انت قللت البريشر. هنا البريشر بتاع الفوليوم بتاع الغاز هيبقى مختلف عن ده وعندك، يعني لو كان ده الفوليوم بتاعه 5 والفوليوم بتاعه 10 هتلاقي ده رقم ما بينهم 7.5 بقى 8 على حسب بقى البريشر بتاع الجاز بيساوي ايه. المهم انت اعمل حسابك ان الفوليوم بتاع الغاز بيختلف، هنا الفوليوم كان قليل عشان البريشر عليه كبير، انما هنا الفوليوم كان كبير عشان البريشر قليل. شوف البريشر قل ازاي، لما كان بيساوي بي اير بلس بي ميركري بقى بيساوي بي اير ماينس بي ميركري. فالبريشر لما يقل الفوليوم بيزيد. ركزوا حياه الاغلى حاجه عندك عشان هيحتاج الكلام ده في قانون بويل. انما هنا بقى الفوليوم بتاع الجاز هيبقى ان بتوين ما بين الفوليوم هنا والفوليوم هنا، عشان البريشر ولا زاد ولا بيساوي بي اير زائد بي ميركري ولا بي اير ماينس بي ميركري، بيساوي بي اير بس. فالفوليوم هيبقى متوسط ما بين الحالتين ايه دول. ده بالنسبه للكابيلاري تيوب، ودي هنخلي برضو عليها ال التست يور سيلف واحنا بنحل دلوقتي، بس نلحق نشرح بقى المانومتر عشان انا عارف ان الطالب المصري من اذكى طلاب العالم وبيركز في اول، يعني على حسب الدراسات في اول ثلث ساعه من الحصه. انما انا عملت دراسات معايا ومع نفسي كده اول دقيقتين من الحصه وبعد كده بيتوب مني، فاحنا هنشرح في بدري بدري كده عشان ايه تفهموا، ونحل بقى واحنا بنحلها حلال بقى ان شاء الله، واحنا بنحل هنشوف هنفوقكم ازاي وربنا يستر. بيقول لك ثلث ساعة هم دقيقتين، تلاقيه مركز والباقي والدين النبي بيكون أصلا مغيب أو بيبقى داخل الحصة أصلا ما هوش مركز، زي بتوع اسكندرية اللي عملوا مظاهرات ضد الكورونا. ماشي، نكمل بقى المانوميتر. المانوميتر ده جهاز كده من ضمن الأجهزة، ضمن الأجهزة اللي في الفيزياء مش الأجهزة اللي بتتفرج، ضمن الأجهزة اللي بتستخدم برضه في قياس البريشر. يعني عندك مثلا البريشر بتاع الإير سناب الميركوري بارومتر أو تورشيليان بارومتر، وعندك البريشر أت بوينت إنسايد ليكويد
او البريشر بتاع الليكويد عامه جبناه من جهاز كذا، مش عارف ليه شد تيوب بتستخدم في قياس البريشر بتاع الليكويد اهمزه بالانوتر اللي بتاع الاويلز والحاجات دي. انما بقى المانوميتر ده بيستخدم في ايه وبيبقى شكله عامل ازاي؟ اهو المانوميتر ده بيبقى عباره عن يو شيبد تيوب زي اليو شيبد تيوب كده، بس بيبقى فيه فري برانش فرع حر، والبرانش التاني ده كونكتد تو اجاز كونتينر. احنا بقى عايزين نجيب البريشر بتاع الجاز اللي جوه الكونتينر ده، عايزين نجيب البريشر بتاع الجاز محبوس. والله مثلا بقى جاز في اسطوانه غاز مثلا، زي اسطوانات الغاز اللي هي بتشتغل في المستشفيات، او اسطوانات الغاز اللي بتبقى في الدايفنج اندر ووتر، او البريشر بتاع الجاز اللي موجود جوه كاوتش العربيه، اطار السيارات او كار تايرز، ما ده برضه يعتبر كلوزد كونتينر وجوه جاز، وعايزين نقيس البريشر بتاع الجاز. او بيستون مثلا مكبس وعايزين نجيب البريشر بتاع الجاز اللي موجود فيه، بنقوم جايين بقى موصلينه بقى بال البرانش القصير ده، وده بقى فري برانش مفتوح للاير كده معرض للاير، وهنحط ميركري جوه. وممكن نستخدم ليكويد تاني غير الميركري، وهقول لك كمان شويه ليه. في دلوقتي عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون الفوليوم بتاع الميركري هنا او الهايت بتاع الميركري في الفري برانش بيساوي الهايت بتاع الميركري في البرانش اللي هو كونكتد تو ذا جاس كونتينر. لو ارتفاع الميركري هنا زي هنا يبقى البريشر بتاع الجاز اللي انا عايز اعيشه ده في الكونتينر بيساوي البريشر بتاع الاير. وده مش من عندي، احنا كنا بنقول لو عندنا 2 بوينتس at the same horizontal level in the same liquid affected by the same pressure. فانا خدت نقطة هنا اللي هي نقطة A ونقطة هنا اقصدها بالظبط اللي هي نقطة B، لقيت ان فوق نقطة A دي الجاز المحبوس في الكونتينر اللي انا اصلا عايز اجيب البريشر بتاعه. ولقيت فوق النقطة دي مفيش غير الاير، فخلاص يبقى البريشر بتاع الجاز بيساوي البريشر بتاع الاير. يبقى لو لقيت الهاي بتاع الميركري ايكوال للناحيتين يبقى البريشر بتاع الجاز بيساوي البريشر بتاع الاير. طيب الاحتمال الثاني بقى ان حضرتك تلاقي البريشر بتاع الهاي بتاع الميركري في الفري برانش اكبر من البرانش اللي كونكتد تو ذا كونتينر. اهو بص بص ده الكونتينر اهو، الجاز هنا موجود بيسبب بريشر على الميركري، فضغط الغاز اكبر، فاقوم جاي منزل الميركري اللي تحت هنا وطلع الميركري فوق. يعني بدل ما كانوا هما الاثنين قصاد بعض، اول ما وصلت للكونتينر ببص لقيت بقى ايه الميركري هنا نزل وهنا طلع لفوق. طب وده انديكيشن على ايه؟ على ان البريشر بتاع الجاز اكبر، بدل ان هو زود ضغط على الميركري هنا وزود الهاي بتاع الميركري الناحيه الثانيه. لو عايز بقى تحسب البريشر بتاع الجاز نفس الايديا بتاعت اليو شيبد تيوب والميركري باروميتر، نفس الفكره all points in the same horizontal level at the same liquid affected by same pressure. فانا خدت نقطه هنا هسميها بوينت A ونقطه هنا هنسميها بوينت B. اللي بيضغط على النقطه دي على نقطه A الجاز. طب واللي بيضغط على النقطه دي الاير بس زي دي ولا الاير بقى زائد شويه الميركري دول؟ في هنا شويه ميركري، يبقى اللي بيضغط هنا اير زائد ميركري، انما هنا الجاز بس. يبقى البريشر بتاع الجاز ايكوال او ايكوفلنت تو البريشر بتاع الاير بلس البريشر بتاع شويه ميركري. يبقى البريشر بتاع الجاز ازيد من الحاله الاولانيه ولا لا؟ ازيد طبعا. هنا كان بيساوي الاير بس، هنا بيساوي الاير زائد شويه ميركري. طيب الحاله الثالثه او الاحتمال الثالث ان يكون البريشر بتاع الجاز اقل من البريشر بتاع الاير، او بمعنى تاني الاير اكبر، البريشر بتاع الاير اكبر، يعني اللي هيضغط هنا اكبر من البريشر بتاع الجاز، فهتبص تلاقي الميركري ينزل هنا ويطلع الناحيه الثانيه. عايز تجيب البريشر بتاع الجاز؟ خد بقى نقطه برضه على اللور سيرفس كده، نقطه هنا ونقطه قصادها الناحيه الثانيه، اللي بيضغط على النقطه دي هتسميه ايه؟ واللي بيضغط على النقطه دي هتسميه بايه؟ وول بوينتس ان ذا سيم هوريزونتال ليفل ات ذا سيم ليكويد افكتد باي ذا سيم بريشر. فعشان كده البريشر اللي هيضغط على A ايكوال البريشر اللي هيضغط على B. اللي بيضغط على A نقطة A ايه اللي بيضغط عليها؟ الاير بس. طب واللي بيضغط على نقطة B الجاز وشوية الميركري دول. فا
فانت لو عايز تجيب البريشر بتاع الجاز زي ما احنا هنا قلنا البريشر بتاع الجاز بيساوي ايه؟ هنا البريشر بتاع الجاز بيساوي بي اير بلس بي مركري، هنا البريشر بتاع الجاز هيساوي بي اير ماينس بي مركري. يبقى دي الثلاث حاجات بتاع المنتر. ولو طلب منك الديفرنس ان بريشر ما بين الجاز والاير، الديفرنس ان بريشر هو دلتا بي اللي هو طرح البريشر بتاع الجاز ماينس البريشر بتاع الاير، هنا هيبقى زيرو، ما هما الاثنين ايكوال فما فيش ديفرنس ما بينهم في البريشر. ولو طلب منك هنا الديفرنس ان بريشر ما بين الجاز والاير، يعني بتودي ده الناحيه الثانيه بالماينس عشان تجيب الفرق في البريشر ما بين الجاز والاير، هيبقى هو الفرق ما بينهم بيساوي البريشر بتاع شويه الميركري دول. وممكن تجيب البريشر بتاع الميركري ده لو عايزها بوحده السنتيمتر اتش جي، خلاص شوف هو كام سنتي 10 سنتي هيبقى هو اللي بيساوي 10 سنتيمتر اتش جي. شو نحول بقى على حاجه. انما لو عايزها بقى بوحده النيوتن بير متر سكوير اللي هي الباسكال، لازم بقى تشوف ال 10 سنتيمتر اتش جي دول بيساوي كام باسكال او كام نيوتن بير متر سكوير. طب اجيبها ازاي دي بقى؟ في طريقه ان انت تقول له ايه؟ طالما ان ده ميركري يبقى البريشر بتاع ال 10 سنتيمتر دول بيساوي الرو في الجي في الهايت، رو ميركري في الجي في الهايت بتاع الميركري 16600 في الجي 9.8 او 10 على حسب ما يتهالك، في الهايت بتاع شويه الميركري دول 10 سم اللي هي 0.1 متر. يبقى انت كده جبت البريشر بتاعنا وشوف هيطلع كام. الحل الثاني هي طريقه المقصات بقى اللي احنا كنا قلنا عليها في الدرس ده، اللي هو مثلا 76 سم اتش جي كان بيساوي 1.01 × 10^5 نيوتن بير متر سكوير. طب دول 10 سم هيساووا كام اللي هي الطريقه بتاعت المقصات دي؟ انما بقى هنا لو عايز الديفرنس في البريشر بتاع الجاز ماينس البريشر بتاع الاير، لو اديت دي الناحيه الثانيه هتلاقي نيجاتيف بي ميركري، وطالما ان البريشر طلع بالنيجاتيف تعرف ان البي اير ان البي اير اصلا اكبر من البريشر بتاع الجاز عشان الفرق طلع بالنيجاتيف. خلاص ده بالنسبه ليه الثلاث حالات بتوع المانوميتر. انت بقى ما نستخدمش الميركري از مانومتريك ماتيريال، ممكن نستخدم الوتر او ممكن لو الديفرنس البريشر ما بين الجاز والاير كان قليل قوي. يعني مثلا يعني على سبيل المثال البريشر بتاع الاير 1 ATM والبريشر بتاع الجاز 1.01 ATM، لا ده الفرق بينهم صغير جدا 0.01 ATM، ودي حاجه صغيره جدا. فهنا لو حطينا ميركري هتلاقي الديفرنس ما بين الهاي بتاع الميركري في التو برانشز قليل قوي. اصل الفرق بينهم في البريشر قليل، يعني البريشر بتاع الجاز اكبر من البريشر بتاع الاير حاجه بسيطه، ده 1.01 وده 1 ATM، يعني هتلاقي الفرق ما بينهم بضع ملي مترات، يعني هتلاقي الميركري هنا اعلى من الميركري هنا ملي مترات، او ممكن ما يبقاش ملي كمان يبقى نص ملي ربع ملي، فمش هيبان، مش هتعرف ان الميركري هنا اعلى من هنا بملي، مش هيبان الملي ده او نص ملي او ربع ملي مش هيبان. فهنا الميركري فشل ان هو يبين لي الفرق في البريشر. فاحنا عايزين مبدا يكون الفرق في البريشر ده كبير، يعني يديني هايت كبير. وانا كنت قلت لكم المره اللي فاتت ان البريشر بيساوي كون جي اتش. لو حبينا نجيب الرو في طرف لوحده يبقى بيساوي البريشر على الجي في الهايت. يبقى الدنستي والهايت في ما بينهم انفرس ريليشن. فاحنا عايزين مبدا الدنستي بتاعتها قليل، الدنستي بتاعتها قليله عشان الفرق الهايت يبقى كبير ويبان بقى، بدل ما يبقى نص ملي ربع ملي لا يبقى 10 سم 20 سم. فاحنا هنجيب ماده الدنست بتاعتها اقل من الدنست بتاع الميركري. وهنا بقى ووتر از بريفيرد از مانومتريك ماتيريال. ليه؟ عشان الديفرنس ان بريشر ما بين الجاز والاير قليل، فالهايت لو استخدمنا ميركري هيبقى الهايت قليل مش هيتشاف. فاحنا بنجيب ماده هاز لو دنستي عشان يبقى فرق الهايت كبير ويبان. خلاص؟ فساعات هتلاقي في مانوميتر في ميركري يقول لك ميركري مانوميتر، وفي مانوميتر هتلاقي فيه ووتر ما تستغربش تعرف ان الفرق البريشر قليل فاستخدمنا ووتر. في مانوميتر هتلاقي فيه اويل، يبقى على حسب اي ماده، المهم ان هو هيديك الدرس بتاع الماده دي والجي وانت تشوف الهايت كام زي ما نشوف البروبلم دلوقتي. خلاص؟ ده بالنسبه للمانوميتر والنظري بتاعه. تعالوا بقى نشوف الاسئله بتيجي على الدرس ده ازاي؟ هنحل بقى الاسئله بتاعت الدرسين مع بعض على حسب برضه الوقت، علشان الوقت ما يبقاش كبير برضه عليكم وتزهقوا مني. فاحنا هنحل بس شويه تيست يور سيلف او الاكزامبلز، السولف الاكزامبلز اللي موجوده دلوقتي في الدرس. ولو في وقت هنحل شويه من التشوز بتاع الدرس، ولو ما فيش يبقى هعمل لكم فيديو تاني من التشوز بعد ما انتم تحلوه، يعني لازم برضه تشتغلوا معايا يعني.
اول تيست يور سيلف بيج 73 في كتاب المعاصر شايفينه طبعا عندكم بيقول 3 بارامتريك تيوبس هاف بين فيلد ويز ميركوري. بيقول ايه 3 بارامتريك تيوبس هاف بين فيلد ويز ميركوري ذن ابترند ان ان اوبن ميركوري فيلد بيزن، يعني البيزن اهو مليان بالميركوري والاولانيه عامله كده. طبعا ده الهاي بتاع الميركوري اللي هو وصل لغايه هنا، وهنا الانبوبه بقت انكلايند شويه مالت شويه، بس طبعا الميركوري هيوصل هنا برضه لان لازم يبقى الفيرتيكال هايت ثابت. وفي بقى انبوبه ثالثه مايله بحيث ان الاند بتاعتها او الكلوزد اند بتاعها اقل اصلا من الفيرتيكال هايت، يبقى دي مش هتقسم البريشر مظبوط، لان المفروض يبقى الميركوري فوق هنا بس هي الاند بتاعتها اصلا اقل من الهايت ده، يبقى ده مش هتعبر لي عن اتموستيريك بريشر. فهو بيقول لي بقى ايه؟ In which of these tubes the height of Merkel column is not representing the atmospheric pressure. الانبوبه الثلاثه دي لان الاوبن النار اند بتاعها او الكلوزد اند اقل من الفيرتيكال هايت اصلا، فيبقى ده مش هتعبر لي عن البريشر بتاع الاير، ودي سهله مفيش فيها مشكله. اكزامبل 1 برضه سهل مش محتاج حاجه. اكزامبل 2 بقى بيتكلم عن ايه؟ يقول if oil is used in the barometer instead of mercury، يعني حط في البارومتر اويل بقى بدل المركري. What is the length of column oil column in the barometric tube at the standard atmospheric pressure؟ والدنسي بتاع الاويل بيقول لك والدنسي بتاع المركري بيقول لك. احنا كنا قلنا ان المركري مانوميتر بيبقى ارتفاع المركل او الهاي بتاع المركل عند الستاندرد اتموسفيريك بريشر بيبقى 76 سنتيمتر مركري اتش جي. هو بقى بيقول لي احنا مش هنستخدم مركري، احنا هنستخدم اويل، فاحنا عايزين نشوف بقى ارتفاع الاويل هيبقى كام اللي بيساوي البريشر بتاع الاير. ما احنا عارفين ان المركري البريشر بتاع الاير بيساوي البريشر بتاع عمود المركري طوله 76، يعني بيساوي رو مركري. لو عايز احول بقى الوحده لنيوتن متر متر سكوير رو في الجي في الهايت بتاع الميركوري. طيب لو استخدمنا اويل بقى هنحتاج هايت قد ايه؟ عايزين برضو الاويل بقى يعبر لي برضو على البريشر بتاع الاير، يعني البريشر بتاع الاير لما كان بيساوي رو ميركوري في الجي في الهايت ميركوري لا يبقى بيساوي رو اويل في الجي في الهايت بتاع الاويل، هحتاج هايت الاويل قد ايه بقى؟ طب انا هعمل ايكواليتي الدوده، ما هو كده كده البريشر بتاع الاير بيساوي لو استخدمنا ميركوري يبقى بيساوي في الجي في الهاي بتاع الاير. طب لو استخدمنا اويل ما هو نفس البريشر بتاع الاير بس هيساوي بقى لو استخدمنا اويل يعني رو اويل في الجي في الهاي بتاع الاير، فانا هساوي ده رو ميركوري في الجي في الهاي بتاع الاير. البريشر بتاع الاير ثابت، استخدمت بقى ميركوري استخدمت اويل استخدمت ووتر استخدمت اي ليكويد، المهم البريشر بتاع الاير ات ذا سي ليفل ثابت طالما ان احنا ما طلعناش فوق ولا تحت ولا التمبريتشر اتغيرت ولا الدنسيتي بتاع الاير اتغير، الحاجات دي كلها كونستنت. فلو جبت بارومتر وبارومتر جنب بعض هما الاثنين، ده فيه ميركوري وده فيه اويل وده فيه ووتر، كده كده البريشر بتاع الاير ثابت في نفس المنطقه في نفس ظروف الاير. انما بقى الهايت بتاع الميركوري هيختلف عن اويل هيختلف عن ووتر هيختلف عن اي ليكويد تاني، فانا طالما البريشر بتاع الاير ثابت فهيساوي بقى لو استخدمت ميركوري يبقى رو ميركوري في شي في هايت، ولو استخدمت اويل رو اويل في جي في هايت، الجي هتروح مع الجي. رول الميركوري مديها لي ب 13600 والهايت بتاع الميركوري كام؟ 76 سنتيمتر او 0.76. طب الرو اويل مدوا لي ب 800، طب الهايت بتاع الاويل كام بقى؟ يطلع لك الناتج الهايت بتاع الاويل هيبقى 12.92 متر، يبقى هحتاج 12 متر من الاويل عشان يبقى ايكوال البريشر بتاع الميركوري. ده كان اكزامبل 2 فهم. لو ما تفهمش قول لي برضه في الـ في الـ في الجروبس اللي احنا عاملينها او في الكومنتات بتاعت الفيديو ده لو شفت الفيديو اصلا. نعم تعالوا بقى نشوف اكزامبل 3 عشان ده مثال مهم. ركز يا باشمهندس ركز يا ناس.
هو بقى هنا جايب الانبوبه انكلاين بقى وبيقول لي ان الحته دي شفت الكورونا عملت فينا ايه؟ دي الناس اللي انا كنت بستخدم الديل كان كله بايد بس يلا بقى عشان خاطر الكورونا. بيقول لي الحته دي 144 سم 144 سم وانكلايند بقى انجل 30 يعني اخر الميركري هنا واصل للنقطه دي. والدنست بتاع الميركري مديها لي ب 13600 والجي مديها لي ب 9.8 متر بير سكند سكوير. وبيقول لي بقى كالكليت ذا ميجر ذا اتموسفيريك بريشر بوحده البار. احنا هنجيبها الاول بوحده النيوتن بير متر سكور وبعدين يبقى نحلها حلال او نشوف بقى نعمل فيها ايه. طبعا احنا عشان نجيب البريشر بتاع الاير بعمل رو بتاع الليكويد المستخدم اللي هو الميركري في الجي في الهاي بتاع الميركري. بس الهايت ده بقى كان انهو هايت؟ يا ترى الانكلايند هايت ولا الفيرتيكال هايت؟ الفيرتيكال هايت اللي هو العمود ده. طب اجيب ده ازاي؟ حضرتك ده ترانجل اهو. بص اهو ده من اول هنا لغايه هنا ده الهايبوتينيوس وده سايد وده سايد بتوع الرايت انجل. احنا عايزين نجيب الهايت ده. طب ما فيثاغورس ثيرام كانت بتقول ايه؟ ممكن نجيب بقى ده او من القاعه بتاعه الترجمتر بدل ما نستخدم فيثاغورس ثيرام نقول له ايه؟ ان الانجل دي اللي هي 30 الساين بتاعها بيساوي الاوبوزيت على الهايبوتينيوس. يعني ساين 30 هيساوي الهايت بتاع الميركري اللي انا عايزه. هو الاوبوزيت بتاعها اللي فاتحه بقها عليه اللي هو الهايت بتاع الميركري اللي انا عايزه ده الحته دي على الهايبوتينيوس اللي هي 144 سم. لما تحولها لمتر يبقى 1.44 متر قسمت على 100 وتضرب بقى 1.44 في ساين 30 يبقى هو ده الهايت اللي انت هتستخدمه. يبقى رو ميركري اللي هي 16600 في الجي 9.8 في الهايت بتاع الميركري اللي هيبقى حاصل ضرب 1.44 في ساين 30 اللي هي بقاف. شوف بقى الكالكوليتر بتاعك هيبقى البريشر بيساوي كام. طيب البريشر هيطلع 9.6 تايم 10 بار 4 نيوتن بير متر سكوير. هو بقى مش عايزه بوحده الباسكال، مش عايزه بالنيوتن بير متر سكوير، هو عايزه بالبار. نعمل ايه؟ احنا كنا قلنا قبل كده ان البار بيساوي 10 بار 5 باسكال. يبقى لما تحب تحول من باسكال لبار تعمل ايه؟ تقسم على 10 بار 5 او ممكن بطريقه السيزرز اللي احنا كنا قلناها. كنا بنقول 9.6 تايم 10 بار 4 او اسف هنقول اللي احنا حافظينه الاول. هنقول ايه؟ احنا عارفين ان 1.013 تايم 10 بار 5 نيوتن بير متر سكوير ايكوال 1.013 بار. طب احنا عندنا هنا 9.6 تايم 10 بار 4 نيوتن بير متر سكوير يبقى هيساوي كام؟ ده في ده على ده يطلع لك الناتج. تمام؟ ده بالنسبه لل البروبلم رقم او الاكزامبل رقم 3. تعال بقى نشوف اكزامبل رقم 4 في سولف البروبلمز اللي هو بيج 75. Show two barometers, mercury barometer and water barometer. عامل لك mercury barometer اهو. انا في mercury والهايت بتاع المركري فيه واصل 76 سنتيمتر. والتاني water barometer والهايت بتاع الووتر واصل برضه 76. بس في هنا space انما في هنا جاز. اصل واحد بقى كان ممكن بقى دلوقتي يقول لي ايه؟ انت مش كنت قايل لنا المره اللي فاتت ان الووتر هنحتاج منها انبوبه بيساوي 2.3 عشان تساوي البريشر بتاع الاير؟ طب ازاي بقى هنا 76 سنتيمتر ميركري وهنا برضه 76 سنتيمتر ووتر؟ ما انا هقول لك بقى ما تنساش ان في هنا جاز والجاز برضه له بريشر هو كمان. يعني هنا لما اجيب البريشر بتاع الاير هاخد نقطه هنا ونقطه قصادها هنا. اللي بيطلع على نقطه ايه دي؟ الاير.